لا صحيت ما قدرت انام بالرغم من هلا والله بالاسيان، مقطع جديد وحلقه جديده من لعبه كول اوف ديوتي موبايل. واليوم كالعاده راح نكمل ان شاء الله في اللعبه. اليوم باذن الله راح احاول ان شاء الله اني اجيب نيوك، وراح احاول ان شاء الله اني استخدمه باذن الله. فلس جو، خلينا نبتدي في مقطعنا. يلا لس جو، يلا على طول. اوكي، ولا الكل راح يمين؟ شباب شباب خلوا لليمين. خوينا مات، ما ادري وش اللي ذبحه. اوكي هذا راح. ذبحت الثاني، اللي بعده راح. بعد في حق عيرش. اوه قنبله. يا حبيبي موت. اوه خذوا، اتوقع برد يجي. واحد جاي، في واحد جاي، في واحد جاي. ريلو ريلو ريلو، سريع ريلو سريع. يلا هناك 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 في احد. اوكي ذبحته. اللي فوق ماتوا. اوكي هذا مات. بسرعة لازم اعجل، يمدي اذبح واحد بعد. واحد ريلو سريع ريلو سريع ريلو سريع. يلا شباب لا تقلبون الرسبون، تكفون. هني في واحد مات. لا تقلبون الرسبون شباب. وينهم؟ اوكي عندي هذا. حلو خلنا ندخل عندهم، شكلي بقلب الرسبون بنفسي. ما ذبحته ما ذبحته ما ذبحته. هذا ميت. اثنين ذبحت اثنين. وينهم؟ وينهم؟ طفوا عنا ال شو اسمه؟ الخريطة طفوها. ما في احد للاسف. هذا واحد ودع. هذا ودع. اوكي اوكي في واحد بيجي في وجهه اتوقع. اوه ذبحته. اللي فوق اثنين ماتوا اثنينهم. واحد تحت ومت للاسف. للاسف مت. عندنا نيوك. اوكي عندنا نيوك. يلا هاي هاي عندي نيوك. يلا شغل يا ابوي. لمتى يعني؟ لمتى؟ لمتى؟ خلاص هذا النيوك يا شباب. هذا خلص الجيم قبل لا ينتهي. الو اخيرا 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 شفنا النيوك وهو قاعد يشتغل. المشكلة العلامة اللي قاعدة تطلع مو واضحة. المهم انهيت الجيم بالنيوك خلاص. هذه كانت النهاية، نيوك دمرنا الماب بشكل كامل. هذه فكرتها، قنبلة نووية تنزلها تنهي الجيم كامل. النيوك على كم ذبحة؟ الظاهر على 24 ذبحة. اوكي اذا جبنا 24 ذبحة خلاص يمدينا نجيب نيوك. بعد راح احاول اجيب واحد ثاني، بنحاول في جيم ثاني اذا جبناه راح يكون ممتاز، اذا ما جبناه مو مشكله. المهم نحن جبناه قبل شوي، بس بنحاول نحن نجيب اثنين في حلقه واحده. فخلنا نشوف على طول. طبعا اكيد الموضوع راح يكون صعب، ما راح يكون من السهوله انك تجيب اثنين في حلقه. فيلا ليتس جو. انا افضل الجهه الثانيه، بس حطونا في الجهه هذه. الجهه ذيك اتوقع اسهل. اوكي هذا واحد راح، الثاني راح. اوكي 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 بدوا يرسبنون. وينهم وينهم وينهم؟ والله شكلنا قلبنا السبون. وينهم؟ هذا واحد راح. اوكي خلاص قلبنا السبون قلبنا السبون. نرجع الجهه الثانيه، قلبنا السبون. اللي بعده اللي بعده. ليتس جو. يعني صح اسمع اصوات. واو واو واو. انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت. اوكي عدت 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 على خير. هذا جاي لي. اوكي جاي لي جاي لي الحبيب. غيره يعني هناك مات. ناس فوق. على الثاني قاعد يرشني، على الثاني قاعد يرشني. ممكن اموت في اي لحظه، ممكن اموت في اي لحظه. خلاص خلاص يا كريم خلاص. اوكي خلاص راح لنا النيوك، راح لنا النيوك. قاعد يرش من زمان. ميت انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت. وش الجيم هذا؟ وش الجيم هذا؟ وش الجيم هذا يا ساتر؟ خلاص اوكي خلينا نستخدم الاشياء اللي عندنا. ارمي هذا. ويفي.
استخدم هذه بعد. يلا خلنا نرمي هني. المفروض دبل كل. المفروض دبل كل. اوكي دبل كل. حلو حلو حلو. دبل كل. خلنا نكمل. ليتس جو. والله شلون قاعد دمج؟ يا نوب يا نوب حرك. اوكي عطني هذا عطني هذا عطني هذا عطني هذا. وينهم؟ وينهم؟ اقلب السبون. اي 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 تموت اخويانا. اي احد اي احد يموت. اوكي من بعيد ما ينفع، من بعيد جدا ما ينفع. ارمي عليهم الصاروخ. عطى اخويانا يو اي في. انت ميت غيره. اوكي غيره غيره. تنظيف ريلود. ما قاعد يشوفني النوم. امه ما قاعد يشوفني. خذ لك. وينهم 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 وين؟ والله الجيم اباده. هناك في حورة مات. ارمي هذه، ارمي بسرعه قبل لا يخلص الجيم. خلاص انتهى الجيم انتهى الجيم انتهى الجيم انتهى الجيم. مستحيل. يلا اخر قتله يمكن عندي. اوكي خلاص اخر قتله اوريدي عندي، اوريدي اخر قتله عندي. فانتهى الجيم. ما جبنا النيوك ثاني بس مو مشكله يعني، يعتبر جيم. والله وين راحت الطائره؟ يعتبر جيم حلو سواء جبنا ولا ما جبنا. جيم حلو في النهايه. ف المهم المهم ان احنا اليوم قدرنا نستخدم النيوك. 24/2 لو ما مات الموتتين كان نيوك في الجيم. بس مو مشكله، المهم ان احنا جبنا الجيم. في شباب هذا مقطعنا بشكل كامل، اتمنى عجبكم المقطع، اتمنى كلكم تضغطون زر اللايك، تشتركون في القناه المشتركين، وتفعلون زر الجرس او زر التنبيهات، ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما